مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في منصات رقمية في زمن الكورونا. نرصد لكم اليوم تطورات كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة. منذ عدة أيام ونحن نحمل شعار خلك في البيت وبكل اللهجات ولغات العالم، ليلة أمس حملها لنا برج خليفة رسالة واضحة من أطول برج في العالم بأكبر الحروف: خلك في البيت. نتابع. أحد المواطنين كان ينوي اصطحاب جده إلى العيادة، فنشر التغريدة التالية ليشكر فيها الجهاز الطبي. اتصلت موظفة العلاقات العامة من عيادة كبار السن وأبلغتني بأن الوضع لا يسمح بإحضار كبار السن إلى العيادة، لهذا سيقوم الدكتور بالتواصل معكم لمعرفة صحة مريضكم. وتم الاتصال، واليوم طرق باب بيتنا فوجدت شخصين يحملان بين يديهم أدوية لجدي. هنا يظهر معدن القادة، وما علينا إلا أن نشكر الله. أيضا انتشرت بعض الصور الطريفة التي تنادي بحظر تجول كامل، فتقول هذه التغريدة: هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأتنقل بها اليوم، مع طبعا انتشار وسم الحظر الكامل. ونرى في الصورة التنقل بين التطبيقات المختلفة على الهاتف الجوال. في صفحته على إنستغرام تحت عنوان مدينتك تناديك، شارك ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على إنستا ستوري يوم التطوع لدبي، وذلك دعما للخدمات الصحية والمجتمعية عن طريق تطبيق يوم لدبي، حيث يحدد التطبيق مكانك الفعلي ويخبرك بالدعم المحتاج صحيا أو مجتمعيا ومتى وأين في دبي. مدينتك تناديك فتطوع لدبي. يتواصل التظافر المجتمعي والمؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا، وبمبادرة منها للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، بدأت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دول يوم ببث رسالة للحث على البقاء في المنزل باللغتين العربية والإنجليزية. يسمع العملاء الرسالة في حين اتصالهم بأي خط آخر قبل بدء نغمة الرنة. لنسمع معا ماذا تقول دو. يحميك ويحمي أحبائك من الإصابة بكوفيد 19. Dear caller, staying at home keeps you and your loved ones safe from COVID-19. نشرت هيئة الصحة في دبي التغريدة التالية: نبدأ بالتعاون مع تويتر الشرق الأوسط اعتبارا من يوم الخميس للتواصل مع الناس في نطاق هو الأوسع من نوعه، للإجابة والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول فيروس كورونا المستجد COVID-19. وحول هذه الشراكة حدثني جورج سلامة رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية لتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان له هذا التعليق. الصراحة مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ومن اليوم الأول فرق تويتر تعمل على مدار الساعة لبناء شراكات وتقديم كافة الدعم لكافة الجهات المعنية لمواجهة هذا الخطر. على المستوى العالمي تم الشراكة مع منظمة الصحة العالمية WHO، ولكن هنا بدولة الإمارات العربية المتحدة احنا بنعلن النهاردة على إطلاق حملة يمكن الأولى من نوعها على منصة تويتر في المنطقة بالشراكة مع هيئة الصحة في دبي، دبي هيلث أوثوريتي، على من خلال حساب الهيئة على تويتر @DHA_Dubai. سيتم إطلاق الحملة يوم الخميس القادم، و بنحث وبندعو كل مستخدمينا لإرسال والمشاركة في الحملة بإرسال كل الأسئلة اللي في ذهنهم المتعلقة بالفيروس، ومن ناحيتها هتقوم الهيئة بإرسال معلومات موثوقة من خلال استشاريين وخبراء في هذا المجال. نحث كل مستخدمينا للتعامل بوعي في الوقت دوت على منصة تويتر، وبنحس الجميع to stay home, stay on Twitter, stay safe.
ونتطلع لمشاركات فعالة تسري المحتوى وتطمئن الجميع. شكرا. كما كان له تعليق أيضا على جهود تويتر خلال أزمة كوفيد 19 حول العالم. من المهم جدا ان احنا نوضح كافة الاجراءات والتحديثات التي اخذتها منصة تويتر لمكافحة كوفيد 19، بداية بما يسمى بالسيرش برومت، وهو تعديل على خاصية البحث على منصة تويتر. من خلاله بنوجه مستخدمينا لمتابعة الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عند البحث على كلمة كورونا او كلمات مشابهة الى ذلك. بالإضافة بيتم بشكل دوري ومستمر مراجعة سياساتنا العامة، وبنطلب من كل مستخدمينا بإزالة أي محتوى أو تغريدات بيقوم بنشر إشاعات أو معلومات غير موثوقة أو بالتشكيك في أي إرشادات بيتم إرسالها من الجهات المسؤولة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. كما أطلقنا ما يسمى بـ Event Page أو صفحة الحدث، ودي تم إطلاقها في عدد من الدول العربية. من خلالها بنطرح لمستخدمينا تغريدات من حسابات رسمية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني أو لجهات إعلامية موثوقة. تعاوننا بشكل كبير مع كافة أصحاب المصلحة وقمنا بتوثيق حسابات رسمية لأخصائيين وأطباء لنشر معلومات موثوقة حول فيروس كورونا كوفيد 19. وأخيرا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أطلقنا رمز تعبيري أو إيموجي باللغة العربية مع 3 هاشتاج: غسيل اليدين، تحدي غسيل اليدين، أو اغسل يديك. Stay safe, stay home, stay on Twitter. في المشهد السياسي عبر المواقع، أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب مساء أمس بإغلاق تام للبلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا يمنع خلاله الخروج من المنازل لمدة 3 أسابيع. ووصف جونسون الفيروس بأنه أكبر تهديد واجهته المملكة المتحدة منذ عقود، مضيفا أنه يتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد البقاء في منازلهم من أجل وقف نمو كورونا وحماية نظام الرعاية الصحية. وحذر جونسون أنه في حال لم تتبع القواعد فإن الشرطة ستكون لها السلطات لتطبيقها، بما في ذلك الغرامات وتفريق التجمعات بالقوة. في هذا الإطار تساءل الدكتور محمد الحربي الخبير في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية عن تبعات هذا القرار والإعلانات الأخرى للحكومة البريطانية قائلا: قرار بريطاني غير مسبوق، منعا لفقد العاملين في القطاع الخاص وظائفهم مع أزمة كورونا. تعهدت الحكومة البريطانية بدفع 80% من رواتب العاملين في القطاعات المتضررة، وذلك من خلال إصدار سندات للخزينة لتوفير هذه المبالغ. أما المحلل الاقتصادي راشد الفوزان فعلق على تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي عامة وقال: فرصة كبيرة اليوم مع أزمة كورونا، فرصة الصناديق السيادية للدول، وقت ذهبي ومعظم الأسهم على أطباق من ذهب. يمكن تتسوق في أمريكا مرورا بالصين وكوريا ثم سنغافورة ثم الهند ثم دول الخليج خاصة المملكة ثم لندن. أوروبا فيها نظر. أما الاقتصادي العالمي محمد العريان فاختار أن يشاركنا هذه الصورة من مجلة إيكونومس على موقع إنستغرام. هذه ليست الصورة، كان يعبر عن الحالة الغريبة التي يشعر بها سكان الأرض والكوكب ذاته، حالة سكون وتوقف، حاملا في طياته ترقب وفوضى لتدارك الوباء الذي اكتسى العالم. كانت الصورة عبارة عن الأرض وعليها عبارة مغلق، closed. على كل، مع انتشار فيروس كورونا فرضت العديد من الدول حول العالم حظر تجول لاحتواء المرض، وطلبت الشركات موظفيها العمل من المنزل للحد من التنقل. لكن العمل من المنزل ليس سهلا، لذلك عرض منتدى الاقتصاد العالمي بعض النصائح ليكون العمل من المنزل أكثر انتاجية.
إذن يقول المنتدى الاقتصادي العالمي: تجول في المنزل حتى لو كانت مساحة البيت صغيرة، فيجب أن تتحرك بين الغرف ربما، لأن ذلك يعيد نشاطك ويمنحك طاقة إيجابية. أيضا ضع ضوابط واضحة حول العمل، تحديد ساعات العمل، الالتزام بها، إضافة إلى وضع وقت للراحة حتى لا تختلط الأمور وتجد صعوبة للفصل بين العمل والمنزل. حافظ على تركيزك، ضرورة التحكم في الأمور التي قد تشتت تفكيرك مثل التلفزيون وأفراد العائلة الآخرون. أيضا تواصل مع زملائك في العمل، تأكد من إجراء بعض المكالمات مع أعضاء الفريق لمتابعة المشاريع والأعمال. وأخيرا تحكم ببيئة العمل في منزلك، وفر سبل الراحة وكل ما تحتاجه لقضاء يوم جيد مثل ارتداء الملابس المريحة أو حتى الاستمتاع أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة. ولكن هام جدا ألا يكون الأولاد في كل مكان حولك وأنت تحاول العمل في هذه الساعات القليلة. على كل، ألغت شركة أمازون اليوم رسوم الاشتراك وقامت بتوفير جميع كتب وقصص الأطفال المتوفرة على تطبيقها أوديبل مجانا لكل الصغار والطلاب من كافة المستويات العمرية طالما باتت المدارس مغلقة، وبإمكان الأطفال من أي مكان تنزيل مجموعة هائلة من القصص والعناوين بست لغات مختلفة كي يستمر أطفالنا بالتعلم وعيش أحلامهم. وبإمكان تنزيل القصص والعناوين المجانية على الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر الرابط الذي ترونه على الشاشة. طبعا سمع الكثيرون منا أن الممثلة ريتا ويلسون وزوجها الممثل توم هانكس كانا قد أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا عند تواجدهما في أستراليا منذ أسبوعين تقريبا. هما الآن في العزل الصحي. الجديد أن ريتا ويلسون فاجأت متابعيها بنشر رقمها الخاص عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، داعية المتابعين لإرسال الرسائل النصية لها في حال كان لهم أي سؤال عن أحوالها أو صحتها أو فقط للدردشة. أحد الحلول لقهر الملل الذي تشعر به في العزل الصحي، مؤكدة أنها ليست مسحة وبأنها تتطلع لدردشة معهم. الجدير بالذكر طبعا أن صحة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في تحسن مستمر. Spending a lot of time on text. Anyways, the number to text me at is 310-299-9260. 310-299-9260. Text you soon. Bye. عن جد عطتهم رقم. تحدي رقصة غسل اليدين بالطريقة الصحيحة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، بدأ بالتيك توك على أنغام أغنية تحذر من الكورونا وتنشر الوعي بأهمية النظافة للوقاية منه. اجتاح التحدي جميع أنحاء العالم، شارك كثيرون من ضمنهم الطواقم الطبية، الفنادق العالمية مثل فندق ام في سايغون. في فيديو تعليمي للطريقة المثلى لغسل اليدين والوقاية من العدوى، تم استخدام اللون الأسود لتوضيح المساحة التي يغطيها الصابون أثناء غسل اليدين بالشكل الصحيح. وانتشر هذا الفيديو التوضيحي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتم تداوله بشكل واسع على تطبيق واتساب كذلك. تذكر في كل الأحوال قبل غسل اليدين لا تلمس وجهك. حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم، اتخذت شرطة الشارقة خطوة جديدة لمنع التجمعات في الإمارة باستخدام تقنية الدرون، وخاطبت الشرطة الجميع بشتى اللغات لما لكل فرد من هذا المجتمع من أهمية. والخطورة الشديدة التي تشكلها التجمعات والتجول الذي قد يعرضهم وأفراد أسرهم للخطر، هذه الخدمة أيضا رأيناها عند شرطة دبي. Gathering and stay away from everything that puts you and your family at risk. It's our wishes to everyone to be safe.
حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم فضلا لا أمرا، لأنك مهم ولأنك جزء من مجتمع يريد لك الحياة والعافية. امتدت آثار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى كافة مناحي الحياة البشرية، ولم تسلم زراعة الزهور وبيعها، حيث يتم التخلص من ملايين الزهور بشكل يومي في هولندا في ظل تراجع الطلب عليها. العاملون في هذا القطاع ناشدوا الناس عبر هاشتاغ buy flowers not toilet paper لشراء بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية منصات رقمية. أشكركم على المتابعة، ابقوا آمنين، خليكم بالبيت، نحن نعمل هنا لكي تبقوا في منازلكم إن لم يكن لكم لأطفالكم ولأهلكم. نعود الآن إلى ميرا المهري وعدنان حمد لمواصلة برنامج خلك في البيت.